حديث آخر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب كلام الله بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. يا جماعة، إذن اسأل نفسك عن كلامك، ما هو الأكثر؟ هو الكلام في القيل والقال أم الكلام في ذكر الله؟ اسأل نفسك، أوقاتك معمرة بذكر الله ولا أوقاتك معمرة بإيش؟ بالخلوي. إياك، يتلاعب بك الشيطان، تضيع هذه الأجور ويوم القيامة بصير في ندم. طيب، أحب الكلام إلى الله إيش؟ سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله. تحكيش يا أخي، يا أخي ظلك ساكت وبس بدك تتكلم، قل سبحان الله وبحمده. ما في داعي كثرة الكلام والمزح والنكت والكلام الفارغ.